ذكر جميل والله، لمة الـ 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 يعني الجيران والعائلات ببعضها ومساعدة بعضها، كانت يعني الحقيقة يد واحدة، يعني كل الليبيين يعني كانين شادين في يد بعضهم. مننا احنا الصورة أكثر من هيك، احنا اللي فيها تو، بس احنا العقلية تختلف. يعني احنا مثلا زي ما نقول، احنا قبل نقولوا ولكن شد الدولة يومين ندريكم ندريكم ندريكم. في الأول كانت ممتازة، ذكريات كانت ممتازة في الأول، فبعدين هيك صارت شوية تغيرات، احنا كنا نتمنى الأحسن وإن شاء الله تكون الجاي أحسن. يعني هذا اللي بنقوله. الله يرحم شهدانا الأبرار، وإن شاء الله تولي هيك قنينة في السنة، هي نتفائلوا خير. يعني في حاجات ما دارتش، ما تحققتش، يعني المفروض توا في جديد إن شاء الله نبنوا البلد ونتوحدوا، معاش خلاص معاش نبوا الإشكاليات، معاش نبوا الإنسان لما يقول شيء، يعني مش يقول مثلا حاجة ما تنفعش، هو شيء نبوا الحاجة للازدهار، يعني ما نبوش أكثر من الازدهار.